لكن كابتن حازم انت اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله كويس، الحمد لله. احنا اسفين على الازعاج يعني لو حاجه لا اتفضل يا كابتن. اتفضل يا فندم. لا احنا كنا بنتكلم ولا مع الزملاء يعني اسال ولا هجاوب يعني موضوع كده لو حضرتك حابب تخش لا يعني فيه. بص افريقيا بتحصل فيها حاجات غريبه جدا بصراحه، لكن انت قلتوا حاجه كلكم قلتوها وحاجه قلتها يا سيف، اللي هو ان في دايما اتحاد بينظم اللعبه، كان اتحاد الكره المصري بينظم الدوري، كان اتحاد الكره الافريقي بينظم البطوله الافريقيه، وبالتالي كله لازم يعني انا كواحد بلعب في اتحاد بلعب تبع الاتحاد الافريقي دلوقتي مستني الجوابات اللي بتجي لي او يجي لي القواعد بتاعه اللعب، ان الاول والثاني في كل دوري هو اللي بيلعب، ان اللي هيكسب هيطلع دور ال 16 هيبقى مجموعات، هو اللي بيحدد قواعد اللعبه الاتحاد الافريقي. وبالتالي الجواب اللي اتبعت للناديين الزمالك وجنراسيون فود ده بياكد على ان هم موافقين على الانتقال وان اللعب يبقى في برج العرب، وبالتالي ده بشوفه تلكيك، يعني مش موضوع ان انت عايز تلعب كوره، موضوع ان انت عايز تستغل ثغرات موجوده او تستغل حاجه موجوده في اللائحه ان انت قبليها ب 10 ايام. الموقف ده اعتقد مدعم بقاله 7 سنين بيحصل في مصر، يعني انت كل ما في ماتشات كتيره جدا بتتاجل يوم او يومين وبتتلعب، والناس كلها الانديه اللي بتيجي بتتوافق على الكلام ده طول ما انت بتتحمل التكاليف وبتشتغل، فالموضوع ده مش جديد، يعني اتعامل مع انديه كتيره وفي بطولات كتيره جدا في مصر مع الانديه الزمالك او الاهلي او حتى المصري. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه برضو هي النظريه برضو ان انت بتلعب على برج العرب فقط. طيب الاهلي امبارح بيلعب الماتش، هل الزمالك ممكن يلعب مثلا قبليه امبارح كان يوم السبت مثلا؟ مش ممكن جمهور الاهلي هيخش يلعب الساعه 5 وجمهور الاهلي يخش بعدين، صعبه امنيا، صعبه. هل المصري كان هو اللي يلعب امبارح مثلا مع الاهلي؟ صعبه. فبالتالي في امور انت داخليه هو ممكن يبقاش ملم بيها، في حاجات يقول لك امنيه، هي امنيه لان ما ينفعش جمهور الاهلي والزمالك مثلا يشتغلوا في نفس الملعب في يوم واحد. لو انت عايز تلعب يوم السبت زي ما انت بتقول، هو ما ينفعش يلعب السبت في برج العرب الزمالك لان الاهلي عنده الساعه 8 بالليل، وبالتالي مش ممكن هتدخل جمهور الزمالك الساعه 5 وتطلعه وتدخل جمهور الاهلي، امنيا جوه البلد صعب يعني، او اي بلد حتى في العالم انك تلعب اثنين الفرقتين الكبار في نفس الملعب وبينهم ساعه، دي صعبه جدا. وبالتالي انا بشوف يعني الموضوع هو تلكيك، هو ما صدق ان في حاجه ممكن يمسك فيها، انا ما اعرفش هيمسك في ايه غير اللي هي لائحه ال 10 ايام، وزي ما قلت دي مفنده بسبب ان هي اتعملت كتير جدا، وما دام الاتحاد الافريقي طلع الجواب ده مهم جدا يا سيف بجد، وده حاجه يعني مهمه ان نادي الزمالك ساعه انه يجيب الجواب ده ويتبعت قبليها بيومين عشان يبقى موقفه سليم 100%. يعني الاتحاد الافريقي لو كنت طلع الجواب ده كان في مشكله فعلا، لكن جواب بيقول لك انا بقول الماتش هيتاجل وهيتلعب في ملعب كذا. هو نادي الزمالك على فكره ما سالش في حاجه، هو الجواب راح للزمالك زي ما راح لنادي الغالي. انا فاهم بس ان هو يطلع مش طلب نادي الزمالك معلش، لا اصل ممكن يلبس الليله، لو ما طلعش الجواب ده ممكن الزمالك يلبس الليله دي كلها. الزمالك ما كانش مش هيلعب غير لما يجي له جواب يقول له ما تلعبش يا سيف يا حبيبي. ايوه الطبيعي ان كان بيحصل ايه إذا مثلا الماتش اتأجل، خلاص بيتأجل والناس بتوافق وبتشتغل وبتلعب الماتش في وقته. لما حصل ان الفرقه قالت لك انا مش رايحه، راح طلع الجواب من الاتحاد الافريقي قال له لا انت لازم تروح، اكيد الزمالك ساعه انه برضه يطلع الجواب بالشكل ده لانه مش كلام شفوي، ان خلي بالك لغايه اول امبارح كان الكلام مفيش حاجه نزلت على الاتحاد الافريقي بيقول ان الماتش او هو موافقين الماتش يتأجل، هو كله كلام مسموع. فالجواب المكتوب ونزل في كل البتاع دي حاجه كويسه ان انت معاك دوكيومنتس، مهم الدوكيومنتس مهم الكلام، انا ممكن اقعد معاك في مكتب واطلع اقول ما فيش حاجه حصلت، الكلام المكتوب او الورق الرسمي اللي مبعوت ده مهم جدا انك تبقى موقفك سليم فاهم. يعني الزمالك لو قالوا له العب في بيترو سبورت هيلعب في بيترو سبورت، ما عندوش مشكله الزمالك، ما عندوش مشكله، فهي دي كانت المشكله ان انت تلبس الليله دي، يعني الزمالك هو اللي يلبس الليله في الاخر، فده ورق مهم جدا ان انت يبقى معاك. لو اكيد دول هيوصلوا اصل دول اكيد يعني النهارده هيتعلن انسحابهم، هيجوا اكيد هيطلعوا على لجنه انضباط، الله اعلم بقى يعملوا ايه في لجنه الانضباط، هيجي مثلا برضه يأيد الانسحاب، هيروح الناس بالشخصيه دي او بالفكر ده هيروح رايح للكاس اكيد، يعني ما دام حد مقوي قلبهم كده وحد عامل اللي هو لغايه اخر الوقت انا مش هلعب اكيد هو رايح لاخر حاجه فاهم. فعشان كده بقول لك مهم الحاجات دي في القضايا دي في الكيسز دي، انك معاك ورق ومدعم من الاتحاد الاقليمي او الاتحاد اللي هو مسؤول عن اللعبه بيقول لك او القاري، يعني ان انت بيقول لك انت صح، انا اللي قايل وانا اللي بحدد اللعبه وانا بحدد شروط اللعبه وانا بحدد مين اللي يخش وانا بالتالي بحدد الماتشات تتلعب فين، وانا اقول ايه القهري وايه مش قهري، مش انت كنادي، انت مالكش دعوه كنادي، انا اللي اقول ايه اللي ينفذ. فاكر الزمالك السنه اللي فاتت واللي قبليها لما ما راحش ماتش المقصه طبقت عليه لائحه اتحاد الكوره، وبالتالي نفس الكلام هيطبق، المفروض يطبق على جناسور لائحه الاتحاد الافريقي.